لو الحكاية فيها إن فيتو الأسد النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، في فينوس والقمر بيتناغموا جدا، في تناغم فلكي ما بين فينوس والقمر، وده يأثر إيجابيا على مواليد الأسد، يدعمهم في الشغل ويدعم علاقاتهم العاطفية، ويديهم كمان فرصة ان هم يقضوا اوقات اجتماعية حلوة ويحصلوا بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء المخلصين.